حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الساعة. استقالة نواب الكتلة الصدرية خلال فترة عصيبة كانت الأشد ضراوة في تاريخ الصراعات السياسية، إنما باتت تمثل متغيرات حقيقية نحو الخروج من الأزمة التي رافقت العملية السياسية. فتقديم النواب في الكتلة الصدرية استقالتهم إلى رئاسة البرلمان والموافقة عليها من قبل هيئة الرئاسة كان قد دفع بقوى الإطار الشيعي إلى عقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات استقالة النواب في الكتلة الصدرية الذين امتثلوا لتوجيهات زعيم التيار الصدري بتقديم استقالتهم. لكن موقف الصدر دار حول جملة من التساؤلات، هل أن استقالة نواب الكتلة الصدرية هي تسوية للأزمة أم هي زلزال سياسي ربما ستخلفه قنبلة أو خلفه قنبلة موقوتة تترك خلفها جملة أزمات؟ إذن مشاهدينا، في هذه التغطية التي تحمل عنوان استقالة الصدر تعقيد المشهد السياسي أم تسوية للخلافات، هذه التساؤلات نطرحها بعد متابعة هذا التقرير. استقالة أحب إلى صدري من الدخول في حكومة توافقية، هكذا كان زلزال زعيم التيار الصدري بمقياس الحنانة. الأسباب الموجبة تخليص للعراق من المجهول، هكذا ذيل السيد الصدر أحد سطور قراره الأخير عند تقديم الكتلة الصدرية استقالتهم إلى رئيس المجلس الذي قبلها على مضض بعد محاولاته لإثنائهم عن هذه الخطوة. وفقا له، هزة سياسية قلبت الموازين السياسية وصدمة جديدة أتى بها السيد الصدر على حلفائه قبل خصومه. فتحالف إنقاذ وطن وقبل أن يخرج بأي نتائج من اجتماعه السابق فاجأهم شريكهم بخطوات أخرى أربكت حساباتهم. أما الإطار التنسيقي يتحدث عن تداعيات جمة سيتركها هذا الانسحاب. خطوة زعيم التيار الصدري خلفت آثارا وبنت مشهدا جديدا طرأ على الواقع السياسي في العراق بعد أشهر من السكون السياسي والأيام الحالكة، يرى فيها البعض ذهابا نحو المجهول وآخرون يرون في الأمر استكمالا لمراحل الضغط السياسي. لكن بكل الأحوال والقراءات، هي أي خطوة الاستقالة فتحت خطوات المرحلة المقبلة ووضعت العملية السياسية أمام واقع جديد يصعب التنبؤ به. بعد أن أغلق الصدر سجل المهلي بموقفه الأخير، عادت الحسابات السياسية إلى مربعها الأول وخلطت أوراق التحالفات. وخطوة التيار الصدري تزيد من ضبابية المشهد السياسي المعقد في العراق، وإذا ما ترجمت هذه الاستقالة فإنها ستؤثر حتما في شكل التحالفات. لكن تجمع أغلب الآراء أنها مناورة في الحسابات السياسية من أجل الضغط على باقي الشركاء للتخلي عن مبدأ الإدارة المشتركة في الحكم. إذن استقالة الصدر هل هي تعقيد المشهد السياسي أم تسوية للخلافات؟ هذا سؤال وغيرها من الأسئلة أطرحها على ضيفي في الاستوديو أستاذ أثير الشرع الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ أثير. أيضا دكتور محمد الكحلاوي عضو مركز القمة للدراسات. مرحبا بك دكتور محمد. دعني أبدأ مع أستاذ أثير. أستاذ أثير، يعني المشهد السياسي حتى هذه اللحظة خصوصا بعد التطورات الأخيرة اللي كانت مفاجئة للشارع العراقي وأيضا للقوى السياسية، على ما يبدو أن القوى السياسية لم تقرأ ما بين السطور في خطابات الصدر السابقة، هل تعقد المشهد أم نحن أمام حل للعقدة السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أستاذ زينب، تحية لضيفكم العزيز دكتور محمد، إلى مشاهديكم الأفاضل. يعني توقعنا هناك سيناريوهات عدة ربما من قبل سماحة السيد الصدر، كان هناك إعطاء فترة 45 يوم للمستقلين وأيضا لإطار التنسيقي لتشكيل حكومة. لكن صدقيني أنا توقعت يعني بعد الإصرار على إقرار قانون الأمن الغذائي والتنمية توقعت يعني هناك أمر ما سيحصل صراحة. لذلك يعني لم أتفاجأ ب يعني طلب من قبل سماحة السيد الصدر وطلب من نواب الكتلة الصدرية تقديم الاستقالة. لذلك شوفي، يعني احتمال أنتم ترونه أو يعني الشارع السياسي أنه تعقيد،
لعل العكس تماما. يعني سمحت السيد الصدر يقول هذه التضحية، يعني ربما هناك الكثير من الإشارات بأنه الكتلة الصدرية كانت مشاركة بالعملية السياسية، الكتلة الصدرية كان لها اليد الطولة خلال الدورات السابقة، الكتلة الصدرية والكتلة، لذلك يعني فعلا يعني الكتلة الصدرية كانت مشاركة في الحكومات السابقة وكان لها يعني مشاركة فاعلة، والآن في هذه الحكومة أيضا لديهم تمثيل يعني في الوزارات المهمة. لذلك ارتأى ربما سمحت السيد الصدر بالنئي بنفسه عن تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا ان يعني اقترنت بهناك ما يسمى بالانسداد السياسي. لذلك انا مع السيناريو فعلا ان سمحت السيد الصدر سيعطي يعني الفرصة لكل الأطراف السياسية لتشكيل حكومة، إذا ما أخفقت هذه الحكومة فهو في يعني لكل حادث حديث، لكن عندما يراهن البعض على إشعال الشارع في يعني في الوقت القريب أو في يعني ربما شهر أو شهر، لا على الإطلاق ستتشكل الحكومة، سيعطي السيد الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة، وسيراقب كمواطن عراقي سيراقب الأداء الحكومي، ثم يفكر بأنه يطلع تظاهرات ويقود تظاهرات على غرار ما حصل عام 2019 ولربما أقوى من 2019. لكن الفترة الحالية أنا أعتقد فعلا سمحت السيد الصدر جاد بهذا الأمر كي لا يقولون أنه نواب الكتلة الصدرية وقفوا حجر عثرة في البرلمان أو هناك من يوجد داخل السلطة التنفيذية كمدراء من أتوقع حتى يعني هناك قرار قريب بسحب المدراء العامين أو وكلاء الوزارات، يعني أنا أتوقع ذلك، أعتقد يوم الخميس أو يوم الجمعة المقبل يعني توجد هكذا توجهات وتوجد هكذا أخبار كي يتفرغ السيد الصدر لمراقبة الأداء الحكومي وأداء الحكومة المقبلة. كل التوجهات الآن تشير أنه شنو يعني هذا؟ هي معارضة يعني خارج قبة البرلمان؟ معارضة شعبية، نعم معارضة شعبية، نعم معارضة شعبية وليست معارضة برلمانية. توجد معارضة شعبية، أنا أتابع الأداء الحكومي وأنا لدي قوة ولدي قاعدة جماهيرية، إذا أخفقت الحكومة يعني راح تعمل بمفردها، راح سيكون هناك نحن كنا نقول أنه أي حكومة تتشكل بدون الكتلة الصدرية سوف تخفق بست أشهر، لكن الآن الأوضاع اختلفت صراحة يعني خصوصا منفومة المعارضة الشعبية، ناقش أدواتها آلياتها، يعني شو راح يتصرف السيد الصدر بهذه المفهومة والمعارضة الشعبية، ناقشها مع جنابك بعد أن تحول لي دكتور محمد الكحلاوي. هكذا يرى البعض مثل ما ذكر أستاذ أثير خطوة السيد الصدر اللي هي ممكن تكون إنقاذ للوضع هذا المعلن وحلحلة للمشهد السياسي وموضوعة الانسداد السياسي، ماذا في بواطن هذه الخطوة وما هو المخطط برأيك للسيد الصدر الأيام المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز السيد أثير. سيدتي، نحن نعلم أن السيد الصدر والتيار الصدري هو مشارك قوي في الحكومات السابقة وله اليد الطولة في بعض الوزارات وفي العملية السياسية برمتها، والشارع العراقي يثبت أن هناك عندما يتحدث السيد يكون حراك وهذا الحراك قوي جدا. عندما ينسحب من العملية السياسية أنا في اعتقادي هذه يعني كفترة الانتخابات عندما انسحب وأعاد الانتخابات عملية تكتيكية من الممكن. لا هذه المرة يعني ما نقرأت على أنها مناورة. أنا 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 أقول هذا والأيام. عندك الدستور. لا نعم الدستور مع الدستور، لكن في حالة إذا كان تدخل من بعض الأخوة السياسيين ومحاولة إرجاعه إلى العملية السياسية هذا وارد، لأنه نحن لا نستند إلى الدستور كثابت كعملية ثابتة، دائما الدستور نحن نخترقه، وهذه العملية أنا في اعتقادي عملية تكتيك، هذا جانب. الجانب الآخر أنا في اعتقادي أن الحكومة سوف تشكل من الإطار التنسيقي بعض مع بعض الكتل السياسية التي فسح لها المجال وفتح لها الباب وقال نحن نرحب بكل شخص أو بكل كتلة سياسية أن تنتمي إلينا لنمضي بالعملية السياسية ونتجاوز المرحلة. إذن هذا هاي مسألة. أما الجانب الآخر الذي أنا أريد أشير إليه كما قال السيد أثير أنه السيد يريد أن يراقب العملية السياسية، يريد أن يثبت عندما أقر برنامج الأمن الغذائي
هذا البرنامج هو أقره وخرج من العمل السياسية، سحب نوابه، يريد أن يعني يبعد ساحته عن العملية السياسية لكي لا يكون هناك بعض الآراء وبعض الحديث يقول أن السيد أقر هذا البرنامج ولم يطبقه، سوف يتركه للآخرين ليطبقوه، إن طبقوه فهو كان يعني يراقب، أن لم يطبقوه فهو سوف يتعامل معهم تعامل الآخر الذي يكون فيه معارضة، والمعارضة شديدة من قبل الشارع العراقي بالنسبة للتيار الصدري، وهناك بعض الجهات تؤيد التيار الصدري بهذا المجال لأنهم يريدوا أن يروا ماذا يفعل الإطار بعد الانسداد السياسي الذي كانوا هم معرقلين في أوقات معينة، عرقلوا قبول رئيس الجمهورية الأول والثاني وكثير من الأمور، فأشرت عليهم إشارات يريد أن يقول للآخرين أن الإطار التنسيقي لا يستطيع أن يؤدي واجبه كاملا أمام الجمهور العراقي، وعليه لنشاهد ماذا سوف يفعل عندما ننسحب من العملية السياسية. سأثير ماذا سيفعل الإطار التنسيقي بعد هذه الخطوة، خصوصا اليوم أمس سمعنا اجتماع للإطار التنسيقي مناقشة تداعيات استقالة النواب الكتلة الصدرية، شو ممكن يتمخض عن هذا الاجتماع، وبالفعل يعني هل هذه الخطوة هي لصالح الإطار أم أنها تشكل صدمة للإطار؟ لأن نعرف الإطار دائما ما يتحدث أن الكتلة الصدرية جزء مهم أو التيار جزء مهم من العملية السياسية لا يمكن الاستغناء عنها. أما يعني تمخض عنها هناك مبادرة أخيرة كي يحاولون عدول سماحة السيد الصدر عن الاستقالات، لكن المشكلة كيف ستكون هناك تخريجة دستورية سيدتي؟ يعني كل المواد الدستورية تبين بأنه لا مجال لعودة نواب الكتلة الصدرية، يعني الكثير من المواد عندما فحصناها وعندما سألنا المختصين في القانون لا، هي الخطوات التي اتخذها السيد الحلبوسي بعدها مباشرة ودعوة إلى طرح البدلاء، يعني واضح جدا أنها ماكو عودة. لكن يعني أنا استغربت، يعني يبدو أن هناك فعلا يعني مبادرة من قبل الإطار التنسيقي، وهناك مباحثات ستبدأ مع سماحة السيد الصدر كي يعدل يعني أو ليعود نواب الكتلة الصدرية إلى البرلمان، شلون وكيف ما أعرف صراحة، يعني يعني احتمال مثل ما قال تخريج. مثل ما قال يعني دكتور محمد احتمال أكو تخريجة صراحة. لذلك شوفوا اليوم يعني كل اليوم كل السيناريوهات مطروحة سيد زينب، لكن عندما أني أقرأ الواقع مالتي أقول لا مستحيل سماحة السيد الصدر هذه المرة عازم على البقاء خارج العملية السياسية وخارج إطار السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ليش؟ لأنه شوف اليوم إذا ربطناها بقانون الأمن الغذائي والتنمية، هناك حديث عن وجود فساد، وهناك حديث عن أنه من أيد هذا القانون سوف يعني يسرق وسوف اليوم قلت لك يعني لا سيكونون الكتلة الصدرية بعيدين. طبعا الكتلة الصدرية إذا بقت السيد الصدر تحديدا إذا بقي مراقب، هذا المراقب ما يحتاج إلى يعني تكتيك استراتيجية في العمل تخطيط، شو نوع التكتيك اللي اتخذه سيد الصدر؟ ما له علاقة شنو التخطيط، هو راح يكون مراقب شعبي، معارضة شعبية. اليوم الإخفاقات إذا تسمحي لي، إذا نتكلم على موضوعة الخدمات، لأنه كانوا طبعا لسه خلينا نقول مثلا وزارة الكهرباء لأن هي كتلة صدرية مثلا يعني أو وزارة لصالح الكتلة الصدرية، الآن الوزارات ما راح تصبح الكتلة الصدرية. اليوم إذا أكو مشاريع خلال هاي السنوات القادمة توجد عدة سيناريوهات، يا إما يتفقون على انتخابات مبكرة وحل البرلمان فيما بعد، يعني سنتين تكون هذه الحكومة تحت المراقبة، الحكومة الآن شنو الإمكانية أن تعمل هذه الحكومة، الخدمات اللي راح تقدمها، يعني المعارضة الشعبية، الشعب راح يرضى على الأداء الحكومي. اليوم السيد رمى الكرة في ملعب الشعب، هذا السيناريو هو نفسه، يعني حتى لما السيد الصدر من دعا الإطار أنه يذهب إلى المعارضة، أيضا الإطار كان يتحدث بأنه إذا ما مضت الحكومة بهذه التشكيلة أو هذا الشكل بالأغلبية اللي يريدها التيار، أيضا الإطار سيذهب إلى يعني المراقبة والمتابعة، ومن ثم تكون النتائج نفسها تحريك الشارع والذهاب إلى انتخابات مبكرة، يعني الطرفين لديهم نفس الخلاف. واليوم اسمحي لي، ما احنا حتى نكون نحكي بالقلم العريض، القاعدة الصدرية قاعدة تعرفوها يعني صراحة، وماذا يمتلكون كذلك يعني الإطار التنسيقي، يعني أيضا يمتلك تقريبا خلينا نقول ضعف هاي القاعدة، تمام؟ إذا جمعنا كل الإطار التنسيقي، لكن هنا الأداء يختلف، الفكر يختلف، يعني شلون أوضح الشيء تفهميها، يعني
اليوم أنا من أريد أني أراقب عن المستوى الشعبي بعيدا عن السلطات، اليوم شلون راح تتمخض هذه العملية؟ أنا راح أراقب الأداء الحكومي كأنه أراهن على فشل الحكومة، تمام؟ من أراهن على فشل الحكومة إذا أكو من راح يعمل على إنجاح الحكومة أو على فشل الحكومة. لكن أنا عندي مؤشرات سيد زينب، اليوم الإدارة الأمريكية قبل 45 يوم تكهنوا بأن الحكومة العراقية ستتشكل في تموز المقبل، عندما أعطت إحاطتها سيدة جينين هانت بيلس كارك ممثلة الأمم المتحدة في العراق استلمت طبعا استلمت أوامر من الأمم المتحدة بأنه اذهبي وانهي الانسداد السياسي وليتباحثوا بمسألة الفساد المستشري في دوائر الدولة. هنا أصبح اليوم تدخل أممي في موضوعة الانسداد موضوعة الفساد. شو علاقة التدخل بخطوة السيد الصدر؟ اسمعي، مو مو هو انسحاب ذكي راح يكون، انسحاب ذكي راح يكون، تمام؟ اليوم مجيء إلينا رومانوسكي إلى العراق كسفير الولايات المتحدة الأمريكية فوق العادة، فوق العادة معناتها تمتلك صلاحيات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يعني عندما تتخذ قرار ماكو داعي ترجع للإدارة الأمريكية، لا ترجع للكونغرس، عندها صلاحيات الإدارة الأمريكية كل الصلاحيات. لذلك اليوم تشوفين رومانوسكي دا تقود غرفة عمليات تلتقي بسفير البريطاني وبجينين هارت بيلس خارد وتلتقي بقادة الكتل السياسية. وشوف اليوم الانسحاب هذا تكتيكي، لكن تكتيكي لصالح من؟ لصالح التيار الصدري أم لصالح العملية السياسية أم لصالح، ما راح أقول أني لصالح من، لأنه مبينة هي واضحة جدا. لذلك هذا الانسحاب أنا أعتبره تقريبا لحد الآن إلى غير رجع. سمعت سيد الصدر يعلم جيدا ماذا سيحصل، يعني احتمال يريد يحافظ على بنية القواعد الجماهيرية الصدرية. يعني ما نعرف ماذا بجعبة رومانوسكي هذه الحيالة اللي 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 يعني اللي أغرت صدام الدكتاتور وأيضا كانت السبب في إسقاطه بطريقة مخزية بطريقة يعني لا تموت إلى السياسة بصلة. لذلك كل يوم مجيء هذه السيدة، بس الإطار يعني يراقب يعني تحركات العامل الخارجي، شو الخطوات اليوم اللي قدمها الإطار حتى العامل الخارجي بكل هذا التكتيك وهذا التخطيط على الأقل يفشل ولو جزء بسيط من مخططه؟ سيدتي الإطار ما معني بالعامل الخارجي، جزء من العملية السياسية، لا يخالف. اليوم الإطار كقوة، إطار قوة يعني الكثير من القوى. شوفي مرات أنا واثق من نفسي، مرات أنا دا أتحرك أفق خطى ثابتة وأكو توافقات عالية المستوى، وأنا عندي سياسة واضحة جدا ومتن نفسي يعني محصن نفسي. ذلك أنا ليش هم يقولون إطار إحنا لا ما نعمل أو نشكل حكومة بعيدا عن الكتلة الصدرية، والعكس سمحت السيد الصدر عنده مشروع الأغلبية الوطنية، لكن الطرف الآخر الإطار يقول لا إحنا ما نشكل حكومة لحد آخر لحظة، لحد البارحة هم يحاولون أن إعادة السيد الصدر إلى العملية السياسية. لكن اليوم ما صارت الأمر واضح وخلص بعد انتهت يعني السداد السياسي، اليوم بصدد تشكيل حكومة، هذه الحكومة صدقيني من يراهن على فشلها يعني هذا واهم. لذلك أنا حتى قبل كم يوم أنا قلت أنه أي حكومة بعيدة عن التوافقية وبعيدة عن الكتلة الصدرية سوف يكتب لها النجاح 6 أشهر، لكن هذا الرهان في ظل هذه الأوضاع وهذه الأخبار أصبح رهان خاسر. ليش؟ لأنه اليوم الحصان الرابح أو الرهان الرابح سيكون الإطار التنسيقي ومن معه. اليوم الحلبوسي من عمان شوفوا تصريحه شنو، اختلف الوضع، يوم رايحين باتجاه تشكيل حكومة، تمام؟ الاجتماع يوم أمس كان في حضور عزم وحضور اليكتي، إذن هناك تحالفات وطنية وتشكيل حكومة بات قوسين أو أدنى، والكتلة الأكبر أيضا جاهزة، وطبعا مسألة وقت عندما طيب شو تشكيل الحكومة؟ يعني القوى السياسية الأخرى نتحدث عن القوى ستنضم يعني وماذا عن الكرد المنقسمين؟ ماذا يعني سيد تيمون؟ يا سيدة تيمون اليوم يعني شوفي سيد مسعود برزاني هناك أخبار بأنه هو من فكك التحالف الثلاثي. هذا السؤال أطرحه على دكتور محمد الكحلاوي. الخطوة الأخرى يعني التحالف الثلاثي بموقف إيش راح يكون بعد هذا القرار فيما يخص خطوات وحوارات تشكيل الحكومة المرتقبة؟ هسه نسمع جزء من الكرد على الكرد في التحالف الثلاثي يتحدث يقول إحنا مع يعني مبادئ وقرارات السيد الصدر بتحالفنا ثابتين معها، لن نذهب إلى تشكيل الحكومة بعيدا عن السيد الصدر وبعيدا عن كل المبادرات اللي طرحها السيد الصدر، يعني بنفس الفقرات ونفس المبادرة. يلا اتحاور مع الإطار عزيزتي. هو السيد
قال لهم أنا أنتم في حل من أحسنت يعني حل مني مني فاذهبوا أينما لكن هم شركاء فيها يعني أنا أقول لك إحنا سياسة حتى هذه سياسة ومصالح أنا في يعني أقولها بكل قوة أن الكرد لم يأخذوا ما يريدوا لم يدخلوا للعملية السياسية وهم كانوا متفقين مع التيار الصدري على بعض الإجراءات التي يريدوها هم بنفسهم لكن هذه الحالة عندما انسحب التيار الصدري اختلفت الأمور بالنسبة إليهم سوف يذهبوا إلى الإطار التنسيقي لأنهم يريدوا أن يشاركوا بالعملية السياسية ولا ينسحبوا من العملية السياسية وسوف تثبت لك الأيام أنهم أكثر من الآخرين لهم حصة في العملية السياسية لأن مصالحهم قبل كل شيء لا مصلحة الشعب ولا مصلحة التيار ولا مصلحة الإطار التنسيقي ولا غيره مصلحتهم وأنا على يقين أنهم سوف يشاركوا في هذه العملية السياسية ويدخلوا بقوة وتكون لهم يعني حصة الأسد لكن حتى اللحظة الحزبين الرئيسيين بالإقليم متمسكين بمرشحيهم هذا أنا تحدثنا عن شخصية رئيس الجمهورية أنا في اعتقادي أنهم سوف يصلوا إلى نتيجة لأنهم هم دائما لا يأتوا إلى بغداد إلا ككتلة واحدة حتى وإن كانوا هم مختلفين في الفترة السابقة مع قسم مع الإطار وقسم مع التيار لكن في الوقت الحاضر سوف يتفقوا لأنه ليس في مصلحتهم إن لم يتفقوا وتكون الأمور عائمة وغير واضحة وضبابية فعليهم أن يكونوا يتفقوا على شخصية وهذه الشخصية نقول دائما التوافقية هي موجودة في الكتل وموجودة في العملية السياسية برمتها ليس هناك أغلبية إذن السيادة والكرد سوف يأتوا إلى العملية السياسية ويشاركوا كما قال السيد أن تصريح السيد الحلبوسي واضح وصريح ويقول نحن سوف نمضي بالعملية السياسية ليس هناك انتخابات جديدة وليس هناك معرقلات وسوف تكون هذه الحكومة أنا في اعتقادي سوف تكون هناك مراقبة من قبل التيار الصدري سوف تنجح في أداء وظيفتها الحكومية إن كانت جادة بهذا العمل لأنه عندما هناك مراقبة أعطاهم السيد كل الامتيازات قال لهم اذهبوا هذه ساحتكم هذه الكرة في ملعبكم والعبوا واعطونا ماذا سوف تقدمون للشعب العراقي وللعملية السياسية وماذا يستفيد الشعب من وجودكم ضمن العملية السياسية لأنه في هذه الحالة إن كان هناك انسحاب من قبل السيد أنا قلت تكتيكي هو ليس بمعنى أنه يريد أن يرجع للعملية السياسية من الممكن أن يكون ينظر إلى العملية السياسية بنظرة واسعة هو بعيد وينظر إلى الأمور بوضوح ماذا عن الإطار؟ هل سيبقى بفكرة تشكيل الحكومة التوافقية أم سيذهب هذه المرة إلى خيار الكتلة الأكبر باعتبار أنه ربما سيتحدث عن 130 مقعد الأيام المقبلة هي 140 مو 130 إذا لا إذا أجوي لا بعد بعد مستقلين 130 بس توصل إلى 140 في حال إنه إذا هنا جوي جماعة يعني جوي البدلاء عن التيار الصدري بعض الشخصيات يصير 140 هاي 140 هي مصير يعني ما يقدر يشكل بها حكومة إلا إذا كان هناك توافق مع الكتل الأخرى يعني لابد أن تكون حكومة توافقية صدقيني في العراق لا تنجح الحكومة الأغلبية ولا الكتلة الأكبر إذا كان هم يريدوا أن يكونوا كتلة أكبر فبعيدا عن سيادة وعن الكردستان حزب الكردستاني والحزب الوطني فقط هم من الممكن لكن كيف سوف يكونوا الكتلة الأكبر وهم لم يصلوا إلى الحد المطلوب مثلا 220 إذا يريدوا يصلون أو 100 يعني نصف لا العدد 220 في حالة تصويت في حالة رئيس الجمهورية تصويت نعم رئيس الجمهورية أما بالنسبة إلى الحكومة النصف زائد واحد هذا هم ما يوصلون إلا يعني بعض الكتل تجي وياهم أو بعض النواب يجون وياهم يعني يبقى خيار التوافقية بالنسبة توافقية 100% ولا تصل إلى حد الأغلبية لأنه الأغلبية في هذا المجال فشلت نحن وجدنا
الفترة السابقة كيف فشل تكوين الأغلبية. على ما يبدو أستاذ أثير أنه ما يدور في ذهن السيد الصدر لا يقرأ تماما من قبل القوى السياسية. صح. على الأقل هو يحمل الكثير من المفاجآت للشارع. المقربين منه يعني هذا ما يبدو صراحة. نعم. على الأقل الظاهر أنه خلاص السيد تحدث عن حلول وقال إذا أنا العقدة في المشهد السياسي راح أنسحب من المشهد السياسي وأتركهم لكم الجمل بما حمل وهذه الساحة وشكل الحكومة. شو اللي يخلي سيد الصدر يعني يعدل عن رأيه وعن هذه الخطوة ويرجع إلى العمل السياسي بدون خواطر والزيارات والرجاءات ما بين القوى السياسية؟ لا أكيد أكو أمور أخرى تثني الصدر عن هذا القرار. يعني فاتني يعني طبعا نحيي سماحة السيد الصدر على هاي الخطوة الشجاعة. إذا كان فعلا ناوي ينسحب من العملية السياسية بصورة تامة أعتقد أني قلت لك الرجعة مستحيلة يعني في ظل هذا الأجواء، لأنه يعتبر انتحار سياسي وانتحار حتى ضمن القواعد الشعبية الصدرية لا يمكن. يعني البعض وصف الحالة الآنية بالمناورة، المناورة ما أعتقد إنه مناورة بهذه يعني بهذا الشكل، لا يمكن أن نسميها مناورة، يعني مخاطرة. يعني قلت لكم لا توجد تخريجة دستورية لعودة نواب الكتلة الصدرية. طيب شلون يعني نروح نزور القانون مثلا نغير البنود اللي أو نرجع البنود اللي لغت؟ لا يمكن. لذلك اليوم مسألة العودة مستحيلة سيدتي، مستحيل يعني. وإذا كانت هناك ممكن هناك تكون ضغوطات خارجية داخلية على السيد الصدر يعني، ولا يأثر هناك ضغوطات خارجية يعني دفعت السيد الصدر؟ استشعر سماحة السيد الصدر ببقاء الكتلة الصدرية وبكل الضغوطات، والضغوطات طبعا بتشكيل أغلبية وطنية وبتشكيل حكومة أغلبية وطنية، لربما كانت هناك مخاطر على كل الشعب العراقي. لذلك ربما سماحة السيد الصدر ارتأى بنفسه أن انسحاب من العملية السياسية وسحب نواب الكتلة الصدرية، وكذلك قلت لي أنه أكو توقعات سحب المدراء العامين ويعني الوكلاء الوزارات كي لا يقولوا أن الكتلة الصدرية تسببت بكذا وكذا وكذا، والسيد الصدر أصر على هذا الأمر وسمح بالتدخلات الخارجية. هذا السيناريو. السيناريو الآخر أريد أعقب على الدكتور محمد، يعني حاليا الإطار التنسيقي سيذهب على خيار الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان حسب تفسير المحكمة الاتحادية العليا. احنا ما لنا علاقة، ال 220 نائب هذه راح تكون للتصويت على رئيس الجمهورية الذي سيكلف رئيس مجلس الوزراء. اليوم ال 220 نائب إذا ما تشكلت الكتلة الأكبر حاليا الإطار التنسيقي والكتلة الأكبر بواقع 130 نائب، ما لنا علاقة السجل، لكن حاليا واقعا بالوقت الحاضر هي الكتلة الأكبر التي ستتشكل داخل قبة البرلمان. إذن بالإمكان الآن الإطار التنسيقي ومن معه البارتي وأيضا عزم تشكيل الحكومة الآن، يعني بإمكانهم الكتلة الأكبر وليس هاي بعدين التوافقية بتوزيع المقاعد، لكن ليس في كالسابق الكتلة الأكبر أكيد. ناس سؤال هنا سؤال أستاذ أثير، يعني حال ما تبقى من النواب داخل قبة البرلمان يعني شنو وضعهم مع هذه الصراعات اللي حصلت مؤخرا؟ يعني ما سؤالك مو مفهوم. شو يعني ما تبقى من نواب في داخل البرلمان؟ نعم. يعني شنو الوضع لهم مثلا؟ ماذا ستعرض جلسات البرلمان المقبله؟ رئاسه البرلمان كيف ستتعامل مع الوضع وخروج هذا الكم الكبير من النواب؟ لا يعني مو اكو تعويض، يعني الان ستعويض بعد يعني تعويض اقل شيء ياخذ لفتره شهر. نعم انا اللي اعرفه المفوضيه العليا المستقله للانتخابات فعلا جهزت الاسماء وارسلتها الى البرلمان، لكن البرلمان حاليا بصدد انه تعرفين هذه الاجراءات مال الاداء اليمين الدستوري وما الى شابه، هذه تاخذ 30 يوم حال ما تنتهي مبادره الاطار التنسيقي. تشن يوم اكو مبادره، هسه شلون راح تنتهي مبادره؟ هاي اخر فرصه انه سمحت السيد الصدري اما يبارك تشكيل حكومة بدون الكتلة الصدرية، لكن شريطة الرقابة الشعبية قلت لكم كمعارضة شعبية، معارضة شعبية تختلف عن المعارضة الجماهيرية، طبعا سلطة الشعب راح تكون أقوى وأشد وأقسى. اليوم هذه الرهانات اليوم أنا صراحة أنا مع أنه الكتلة الصدرية تبقى بعيدة عن العملية السياسية ويعطى فرصة للباقين بتشكيل حكومة وأيضا العمل كتشريع القوانين. اليوم شوفين تشريع القوانين، القوانين مرمية على الرف، اليوم راح تشرع
يعني بعد شهرين ثلاثة نشوف القوانين يعني بايتة خلاص منتهية. شنو يعني؟ شنو يعني؟ يعني مرحلة جديدة للعراق. قلت لك يعني ما قلت لك طيب مرحلة جديدة للعراق. من كان يعقد الأمور يعني خلاص. يعني ماني ما قلت لك أعقد الأمور. أحيانا داخل قبة البرلمان هناك من يعقد الأمور هسه لصالح الشعب، لصالح إنه مرات حاليا ما نقبل إحنا بالتدخلات الخارجية، وإلا أنت إذا تنظرين بمنظور واحد صحيح إنه الأخوة الصدريين قالوا نحن لا نقبل التدخلات الخارجية، لكن بنفس الوقت لا ننسى القرار البرلماني القاضي بإيقاف تدخل كل القوى الأجنبية الموجودة على الأرض العراقية، ويجب إخراج كل القوى الأجنبية من داخل العراق. لذلك هناك تفاهمات ربما مبطنة، وأيضا هناك خلافات واختلافات بوجهات النظر. لذلك احنا اليوم وفق التدخلات الخارجية راح نبني العملية السياسية بما مثل ما تريد القوى الخارجية او اللاعب الاساسي الخارجي، حتى نبعد شعبنا عن مخاطر محدقة. يعني اليوم اكو مشروع خارجي امريكي بريطاني، ولا ننسى الدور البريطاني بالعراق يا سيد زينب، هذا مثل يعني ثعلب ماكر، هو فاعل لا يعني دوره فاعل لكن ما واضح، اقوى من الامريكي. نعم احسنت. لذلك اليوم احنا صدقيني الامور واضحه جدا، الاطار او الكتله الاكبر، الاطار ومن معه ذاهبون لتشكيل حكومه مساله وقت، ولا اعتقد انه سمحت السيد الصدر سيعدل عن رايه، يعني انا اعتقد رايه تام ونهائي. طيب اريدك تشاركنا ايضا استاذ اثير مع دكتور محمد فيما يخص يعني اذا قرينا الوضع هكذا. استاذ اثير تحدث يقول يعني على الاقل السيد الصدر يريد ينطي فرصه للقوى السياسيه حتى تثبت وجودها وتشوف يشوف ادائها، على الاقل نثبت انه ممكن المرحله المقبله تكون افضل اذا ما كان موجود الكتله الصدريه. لكن مبطن لهذا التساؤل يتحدث الصدر يقول اذا طلعنا احنا اصلا من العمل السياسيه الوضع كله راح يتخلخل، واصلا حتى العمل السياسي في البلاد راح يتخلخل. هنا يعني عدم مشاركه القوى الصدريه في العمليه السياسيه المقبله وهي لسنوات هي مشاركه، هل يعني اذا ما حدث خلل ما هل يعني يتبرأ الكتلة الصدرية تبرأ من كل الإشكالات والإخفاقات السابقة؟ هل هذا القرار يجب ما قبله باعتبار الكتلة الصدرية أيضا مشاركة في السنوات السابقة؟ نحن نعلم أنه الكتلة الصدرية كان لها ثقل بالعملية السياسية وبالحكومات السابقة، لأنه لهم وزارات ولهم مدراء عامون ولهم وكلاء ولهم يعني كانوا مشاركين، إذن الإخفاقات هي كانت تعم على الكل. وهو في هذه الحالة عندما قال انسحب بهذه الطريقة قال للأخوة السياسيين هذه الكرة في ملعبكم وأنتم اثبتوا للجمهور العراقي. بس إذا اسمحي لي بعد الإخفاقات هم الإخفاقات كل مشترك بها، حتى الشعب مشترك بالإخفاقات، لأن الشعب عندما ينتخب أناس وحتى المرجعية قالت المجرب لا يجرب، انتخبوا نفس الشخصيات ونفس الوجوه التي هي ما زالت منذ عام 2003 ولحد الآن أغلب الشخصيات اللي هي يعني باعتقادي أنا عند بعض الشخصيات غير وطنية جاءت لمصالح شخصية ولمصالح خارجية معينة. لكن إحنا عندما نتحدث عن هذه المرحلة أن السيد وصل إلى حال أو التيار الصدري وصل إلى حال قال إن ما دام أنه هناك عرقلة من بعض الكتل السياسية فلنكن نحن المضحين، هذا يعني ما وصلت إليه في من خلال الحوار، نحن المضحون ونترك الأخوة الباقين هم يقوموا بإجراءات العملية السياسية واتخاذ الإجراءات الأخرى واختيار رئيس الوزراء واختيار رئيس الجمهورية، وتكون المخرجات التي للقادم ما هي المخرجات التي سوف تكون من قبل هؤلاء، هل سوف ينجحوا ويصلوا إلى بر الأمان أم يخفقوا وعند الإخفاق نكون نحن بريئون مما هم قاموا به. إذن العملية هي مبنية على أن تكون أنت المعني وأنا المراقب، عندما تقوم بالعمل أنا أراقب عملك، في هذه الحالة إن أخفقت أحاسبك، هذا هو الذي أنا في اعتقادي سوف يكون عند الحساب
على السياسية. رأيك بعد يعني السيد الصدر يريد أن يعرّي القوى السياسية في المرحلة المقبلة ويثبت أنه القوى السياسية غير قادرة على إدارة العملية السياسية وخدمة البلاد. هل والتيار الصدر أيضا مشارك في السنوات السابقة، هذا القرار يجوب ما قبله؟ يعني أنا ماشي، سؤال جيد. هذا السيناريو بس أخليه على جنب. السيناريو الآخر قلت لك نحن ما نعرف بجعبة ماذا بجعبة سماحة السيد الصدر صراحة. يعني هذا القرار كان مفاجئ ومفاجئ للجميع، لكن خليني أوضح أمر مهم جدا. حاليا الساحة السياسية وكل المجالات مناسبة جدا لإثبات جدارة السياسيين. اليوم إذا كان أكو ذكاء سياسي لدى السياسيين فعلا نقول الصقور حاليا يستغلون ويستثمرون الموقف الحالي الآني لصالحهم. شلون؟ إذا نتكلم عن الوضع الاقتصادي، سعر برميل النفط تعرفون أنتم حاليا أعتقد 124-123 يتأرجح، وأيضا عندنا موضوعة الاستثمار اللي هملناه خلال الدورات السابقة وما عرنا لأهمية. نجي على الموازنات، ما نطينا للموازنات الاستثمارية أهمية والتهينا بالتشغيلية. حاليا إذا فعلا يعني هم جادين بصنع عملية سياسية جديدة وتصحيح ما الدورات السابقة، هسه احنا اللي راح قلت ليش حاليا الساحة مناسبة، ما لنا علاقة. قد أكون الكتلة الصدرية أخفقت مع الباقين طبعا خلال الدورات السابقة، إذن الكتلة الصدرية انسحبت. لا تبقون تخلون الكتلة الصدرية شماعة للأخطاء المقبلة، هذا السيناريو اللي راح يكون. لذلك أنتم إذا عندكم فعلا حس وطني، عندكم إرادة، عندكم فعلا أنه تريدون تنجحون وما تخلون السيد الصدر يتشفى بيكم ويحرك الشارع ويسقطكم، تمام؟ أنا عذرا هذا اللي تحدثنا عنه سيد، يعني هذا اللي نقوله أنه هو راح يراقب العملية السياسية. نعم هذا المنعطف اللي راح يجي، الكل راح يشارك بنتائجه، حتى التيار الصدري وان اخفقت الحكومة المقبلة مع عدم مشاركة الكتلة الصدرية، أي نتيجة أخرى أو أي محاسبة من الشعب تشمل الجميع؟ لا من أنا تختلف هنا تفهميني، يعني أنا تختلف تشمل الجميع من يعني الشعب كتلة يعني الأخوة التيار الصدري لديهم قاعدة جماهيرية بس مو جميع جدا من يقدر يتمارس مو جميع لا ما يخالف. لا شوفي مو احنا حتى نكون واقعيين بطرحنا أرجوك، يعني أنا ما أقول أوجه رسالة أنه تحاسب، لا صدقيني. اليوم الانسحاب خل أقول هذا قمة الذكاء، صدقيني هذا الانسحاب إذا ما كان طبعا فعلا وليس كما يقولون مناورة واكو تخريجة دستورية ونضرب الدستور بعرض الحائط وبالتالي خلاص سمحت السيد الصدر كما يعتقد البعض أنه لمصلحة العراق احنا رجعنا وفق المادة كذا وفق المادة كذا وخلال نضرب رأس أسداس مخماس. لا ما بقيت شيء. اليوم الأمور واضحة وقلت لك ربطت لك توجيه الأمم المتحدة لجنين هات بالإسخار روحي حلي الانسداد السياسي يا سيدتي، هذا مو شيء اعتباطا، اذا توجد توجيه خارجي بحل الانسداد السياسي، والا خلي الياها بين هلالين شعب العراق قد يكون يتعرض الى مخاطر كبيره في الكل في غنى عنها. لذلك يجب ان يكون هناك تضحيه. من سمحت السيد الصدر ارتأى ان هو يكون المضحي سبي منظوره، فعلا هو المضحي 73-74 نائب وايضا هو الكتله الكبرى والفائز. هو السيد الصدر ضحى لو ناى بنفسه، يعني شلون ضحى؟ الاثنين ضحى من التضحيه، هي مو له تضحيه لانه مواطنين فائزين صرفوا فلوس واصواتهم نتحدث عن القطعه الصدريه، لكن ايضا النائب النفس عن الفشل الذي يراعنون عليه. والنائب النفس عن مسؤوليه ربما استاذ اثير، هذه مسؤوليه ربما ما يعرفون القادم شنو. اكو قادم هسه ساني بكل لقاءاتي لما اتحدث عن الوضع الاقليمي اقول هناك مشروع امريكي يسمى بديل صفقه القرن، مشروع الشام الكبير مشمول به الاردن، سوريا، مصر، العراق، الاراضي المحتله، وبدت ملامحها يا سيدتي بدت ملامحها. ما نعرف العمليه السياسيه كيف ستبدا الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا ان تعتدي على بعض الدول من الاراضي العراقيه. انتم تتراقبون اللي يصير في اربيل بين الفينه والاخرى، ماذا يوجد في اربيل؟ اذا اليه الهيمنة على الوضع السياسي والأمني والعسكري من قبل الحكومة القادمة مع تمكين العلاقات الخارجية مع إجبار القوى الخارجية. القوى السياسية الداخلية يعني تريد تقنعنا أستاذ أثير أنه هي أساساً بتحركاتها بخطواتها مع مراعاة يعني العامل الخارجي والمخططات الخارجية؟
هي نعم وجود اتفاق، يوجد تفاهم. ليش وصلنا للانسداد اذا كانت القوى السياسيه تراعي الامور السيد الصدر يعني استلم رساله انه هو سبب الانسداد السياسي؟ طيب انا راح اطلع خلنا نشوف شلون حتفتحون الانسداد السياسي، وتوجد بوادر فعلا يعني هم يقولون نحن تكلمنا من الانسداد السياسي انتهى، وهذا كلام السيد الحلبوسي في عمان يوم امس. دكتور محمد، مسألة تشكيل الحكومة وتحركات القوى السياسية المقبلة، نتحدث عن ما تبقى من التحالف الثلاثي، كيف ستكون الحوارات مع القوى الأخرى تحديدا الإطار التنسيقي بشروط اللي كان يضعها السيد الصدر؟ ممكن أنه ما تبقى من التحالف الثلاثي يشترط ذات الشروط اللي كان يرغب بها السيد الصدر للإطار؟ أنا قلت في بداية حديثي أنه مما بدأ الوفاء هم أصبحوا وفاء بالسياسة. السياسة غير ليس فيها التزام، السياسة دائما متغيرة، يعني لا أريد أن نتحدث بكلام آخر عنها. السياسة هي مصالح والمصالح هي التي تبنى. بالنسبة إلى يعني تقنعني أنه سيد الصدر أيضا صدم السيادة والأكراد بهذا القرار؟ هذا هو ما كان عندهم علم؟ هم تفاجأوا، يقولون تفاجأنا. هذا صح؟ لا كان اتصال، عفوا كان اتصال قبل الانسحاب. لا قبل الانسحاب مع مسعود برزاني وراء بسرعة. هذا العدو متأخر، يعني متأخر انه مو من فترة بعيدة، يعني دكتور يعني عندهم علم. العلم بفترة بسيطة، يعني يمكن يوم او اقل من يوم. هذا شلون ينعكس على الحوارات؟ هذا بالنسبة انت تحدثتي عن الفائدة وعن بعض الشروط التي ياتي بها الحزب الكردستاني والسيادة. هؤلاء لم يستفيدوا من العملية السياسية، انا في اعتقادي، وان لم يعطوا ما يريدوا سوف ينسحبوا ايضا ويسقطوا العمليه السياسيه برمتها اذا كان لهم قصد معين. لكن انا في اعتقادي هناك تفاهمات مع الاطار التنسيقي، من الممكن ان يصلوا الى فك الانسداد السياسي بخطوات تخدم الجميع، بحيث انه لا يتضرر الحزب الكردستاني الديمقراطي ولا السياده، وايضا الاطار سوف يثبت على مبادئه وعلى ارائه ويكون هو المتسيد للمشهد السياسي، لأنه يعتبرون هم الكتلة الأكبر وهم الذين سوف يعني يجدوا أو يخرجوا برئاسة الوزراء. من الممكن أن يكونوا مع هؤلاء لكن بالشروط البسيطة وليس الشروط التي كانت مع التحالف الثلاثي، لأن التحالف الثلاثي كان من ضمن الشروط يعني أنه يأخذون حقوق أكثر من مستحقاتهم. هذا جانب. جانب الآخر إلغاء قانون النفط والغاز الذي هم كانوا يعولون عليه، هذا لكن هذا في الإطار التنسيقي أنا في اعتقادي سوف لن يرضوا على هذا الشرط، لأنه هذا هم الإطار التنسيقي هم الذين أجبروا الآخرين على القبول به. أستاذ أثير، متى تبدأ خطوات الحوارات بين القوى السياسية؟ من سيكون القبلة اليوم للقوى السياسية الأخرى؟ الإطار سوف تتجه القوى السياسية نحو الإطار أم الإطار سيتحرك نحو باقي القوى السياسية؟ الإطار قلت لك أنا ككتلة أكبر بعد، خلاص 130 هسه 130 حاليا المعلن. اليوم دعوا فعلا القوى السياسية لبدء مرحلة جديدة من الحوار، لكن اليوم الحوار عندنا مشكلة. اليوم كردية صح أنه كان هناك ربما سعي لإعلان مبادرة سيد مسعود برزاني يوم 11 من هذا الشهر، لكن أجلت أو ربما انت يعني انتفت حاجة هذه المبادرة، ما أعرف، ربما نربطها بالأحداث الآنية. لكن عندنا مشكلة اليوم رئيس الجمهورية، مرشحين عندنا اثنين، دكتور برهم صالح لليكتي وايضا ربير احمد برزاني للبارتي. اليوم اذا ما اتفقت، وايضا عندنا الجيل الجديد الذي يفضل حل البرلمان، عنده 9 نواب ومن حقه اليوم، وايضا الجماعه الاسلاميه ايضا عندها تمثيل داخل قبه البرلمان. اليوم اذا تئمت القوى الكرديه واتفقت على مرشح واحد راح نقول ما عندنا مشكله. اليوم الانسداد السياسي اشبه بالمنتهي، شريطه ان لا يوجد خلاف كردي ولا يوجد خلاف سني. اليوم الشيعة تقريبا مرتاحين حاليا، لا يوجد انسداد سياسي بين أروقة الكتل الشيعية، على اعتبار أنه سمحت السيد الصدر جزاه الله الخير انسحب من العملية السياسية وأعطى الفرصة للكتل داخل إطار التنسيقي بأن تكون هي الكتلة الأكبر. إذا عندنا مشكلة اليوم، الإطار عنده خطوط حمراء لكن شريطة أنه أنت لا تجي تساومني وفق الشروط القديمة اللي وضعتها داخل تحالف إنقاذ وطن، هذه الشروط انساها حبيبي.
ذيك الشروط انساها، تعال تفاوض وياي بالقادم باللي اصلح الوضع الجديد. الوضع الجديد اليوم ما تيجي تساومني نفس الاملاءات ونفس النقاط هذيك ديلي تعطيها، شفتوا ديلي تعال نتفاهم. هذه يعني طريقه الحوار اذا الجديده. نعم. شكرا لك استاذ كثير الشرع الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد الكحلاوي عضو مركز القمه للدراسات، شكرا لجنابك دكتور. الشكر لكم مشاهدينا على المتابعه والى اللقاء.